وللحديث حول إعلان الرئيس اللبناني تعهده بإجراء الانتخابات في موعدها وانعكاسات ذلك على البلاد التي تشهد تظاهرات وأزمة اقتصادية واجتماعية، معنا من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب. مرحبا بك معنا سيد حسان. أهلا بك، حياكم الله. الرئيس اللبناني يؤكد التزامه بإجراء الانتخابات في موعدها، والسؤال يدور الآن عن إمكانية أن تكون هذه الانتخابات تكون لها قيمة يعول عليها المواطن اللبناني في تغيير الأوضاع الاقتصادية الصعبة والفقر الذي يخيم على البلاد. في الواقع إمكانية عقد أو إجراء هذه الانتخابات لا زال أمرا مشكوكا فيه، نتيجة الاعتراض الذي تم تقديمه للمجلس الدستوري اعتراضا على التعديلات التي أقرها مجلس النواب على القانون الحالي. ومجرد تقديم الاعتراض ومناقشة المجلس الدستوري لهذا الاعتراض، مما يعني أن الانتخابات لن تجري في شهر أذار مارس المقبل، بل سوف تتأجل إلى شهر أيار مايو المقبل. وهذا بحد ذاته يشكل معضلة ومشكلة دستورية، حيث تنتهي ولاية هذا المجلس مطلع شهر أيار. فبالتالي هناك مشكلة حقيقية، إما أن يتم تمديد صلاحيات المجلس الحالي حتى يكون بإمكانه إجراء انتخابات رئاسية، أو أن تنتهي ولايته قبل إجراء الانتخابات، وفي حال لم تجري الانتخابات النيابية سيكون لدينا فراغ في المجلس النيابي وكذلك فراغ في المركز الرئاسي، لأنه لن تجري انتخابات رئاسية. هناك مشكلة حقيقية، لكن الواقع الذي يهمنا أكثر هو أن هذه الانتخابات لن تغير من الواقع شيء، لأن حزب الله أعلن على لسان مسؤولي أن الانتخابات مهما كانت نتيجتها ومهما كان اسم الأكثرية التي سوف تصل إلى المجلس النيابي، لن تستطيع أن تحكم بمنطق ديمقراطي، أي أكثرية تحكم وأقلية تعارض، لأن النظام اللبناني كما قرأه حزب الله وكما فرضه حزب الله هو أن النظام اللبناني توافقي، وأن الحكومة يجب أن تكون توافقية وتضم كافة القوى، وبالتالي الانتخابات النيابية نتيجتها لن تكون مؤثرة. التأثير الوحيد لهذه الانتخابات في حال أجريت هو موضوع الانتخابات الرئاسية، وهذا ما يخشى حزب الله وما يخشى جدران بشير والتيار العون، لأن موضوع الرئاسة موضوع حساس بالنسبة إليهم، ويريدون أن يصل جدران بشير إلى الرئاسة لخلافة عمه في الموقع الرئاسي، وهذا حتى الآن يبدو شيئا صعبا بل شبه مستحيل، لأن العقوبات الأمريكية التي طالته تجعل من وصوله إلى سلطة الرئاسة أمرا مشكوكا فيه، بل صعبا جدا جدا. فلذلك الانتخابات لن تغير من الواقع الاقتصادي أو المالي شيئا. لماذا من ناحية أخرى تجاوز الرئيس اللبناني قضية انفجار بيروت ورمى بكل الأزمة على الماضي فقط؟ ألا تعتقد بأنه كان لابد من التطرق إلى تقديم المسؤولين عن الانفجار والكارثة التي حصلت إلى العدالة ومحاسبتهم قبل إجراء الانتخابات؟ الواقع ما يقوده رئيس الجمهورية وفريقه هو تجاهل للماضي وتجاهل لدورهم في هذه السلطة التي قادت لبنان إلى هذه الحالة من الانهيار المالي والاقتصادي والأمني وحتى الضياع السياسي. نحن في حالة ضياع سياسي، أنا أشعر أن لا سلطة موجودة، لا حكومة تدير شؤون البلاد نهائيا. منذ عام 2009 والحكومات التي تحكم لبنان هي حكومات توافقية، أي أن جميع القوى ممثلة في هذه الحكومة سواء كانت موالية أو معارضة، وبالتالي الجميع شريك فيما وصلنا إليه، سواء من الدين العام أو من إدارة شؤون البلاد على مستوى الخدمات والبنية التحتية أو حتى في السياسة الخارجية. فالآن هذا الثنائي الحاكم الذي يمثل حزب الله وحركة أمل والتيار العظمي يلقي باللوم على الحكومات المتعاقبة ويحاول العودة إلى ما قبل اتفاق الطائف، هذا شيء مرفوض. الجميع كان شريك هذه الحكومة والكل يتحمل المسؤولية، وبالتالي جميعهم قادوا البلاد إلى ما وصلنا إليه اليوم من فشل وانهيار. ثم جاء موضوع الانفجار الذي حدث في مصر بيروت، وشاهدنا كيف الجميع يحاول إلقاء التهم على الآخر، وبالتالي التنصل من المسؤولية وصولا إلى عدم محاسبة أحد من المسؤولين، لأن الجميع مدان، الجميع متورط بالفساد، متورط باللامبالاة، متورط بعدم
إدارة شؤون البلاد كما يجب أن تدار، وخاصة مرسى بيروت الذي كان مركزا للتحريك ووزرا للتحريك والفساد الذي انخرطت فيه مؤسسات رسمية وغير رسمية، وخاصة الميليشيات التي تتحكم بالمعابر الشرعية وغير الشرعية. نعم. موضوع القضاء أيضا موضوع حساس جدا، لأن هناك من يحاول الإطلاع على دور القضاء وتهميشه وبالتالي إخضاعه للسلطة السياسية بحيث يخرج عما يجب أن يقوم به من إحقاق للعدالة ومحاسبة المتورطين والاقتصاص ممن تتجاوز صلاحياته. نعم. وأتى طيب. إلى ما وصلنا إليه الآن. أستاذ حسان عون أكد أن حزب الله ملتزم بالقرار 1701 ولم يصدر عنه أي خلل منذ عام 2017 على حد تعبيره. في هذا الإطار لماذا يبقى إذن حزب الله متمسكا بسلاحه على الرغم من وجود دولة قائمة وجيش يفترض أنه يقوم بحماية البلاد وسيادتها؟ هذا الكلام غير صحيح. حزب الله ينتهك القرار 1701 تماما كما تحت 1701. نحن لا ندافع عن إسرائيل. حزب الله تجاوز الانتقامي وتجاوز مقررات ومندرجات القرار 1701، سلاحه منتشر على من الليطاني وصولا الى الحدود الدوليه لوزع السلاح بكثافه. ايضا هناك عمليات شبه عمليات عسكريه تم باطلاق صواريخ نحو فلسطين المحتله وادعى انها مجهوله المصدر لتغطيه نفسه والاتهام مجموعات اسلاميه او فلسطينيه لانها تكاثفها. حزب الله يطلق لجماعته الهجوم على القوات الدولية ومنعها من التجول والقيام. نعم. بذوياتها والتأكد من التزام حزب الله بالقرارات الدولية. حزب الله لا يلتزم بهذه القرارات والرئيس يعرف هذا والجيش يعرف هذا، ولكن هناك عدم التزام من الجميع وهذا ما يقودنا شكرا. إلى مزيد من الحصار ومزيد من العزلة الدولية نتيجة هذه الممارسة. شكرا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات عبر الخط الهاتفي من صيدا في لبنان الأستاذ حسان القطب.